تحت رعاية كريمة من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام، وبحضور سعادة السيدة رويدة الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، والسيدة مارغريت ناردري القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، ورؤساء تحرير الصحف المحلية ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية وعدد من الصحفيين والإعلاميين، نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل بعنوان دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عقدت عبر البث الإلكتروني المرئي. وقد أشار سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية بأن مملكة البحرين حققت إنجازات مهمة في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، من بينها الحريات الإعلامية والصحفية، والتي تلقى من جلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد كل الدعم والرعاية والاهتمام، وذلك إيمانا منهم رعاهم الله بأن الحرية التعبير والرأي الصادق حق أساسي لكل أبناء الوطن ودعامة رئيسية في بناء مجتمع متقدم ومتطور. وقد أشار سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في كلمة الافتتاحية بأن المملكة حققت إنجازات مهمة في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، ومن بينها حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحفية. وأضاف سعادته بأن حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين مصونة بموجب دستورها الذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب. وفي كلمته في افتتاح الورشة أشار سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بأن للإعلام مكانة مهمة في مجال حقوق الإنسان وفي منظومة الحريات العامة التي تشكل جوهر حقوق الإنسان، وبتأثيره الكبير في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام ودوره الرقابي وقدرته على توفير المعلومات وإثارة القضايا. ونوه سعادة وزير شؤون الإعلام بأنه لا يمكن أن تتحقق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة قائمة على التعددية، مضيفا بأن مملكة البحرين كفلت عبر دستورها حرية الرأي والحق في التعبير، إلى جانب انضمام مملكة البحرين إلى عدد من المواثيق الحقوقية العربية والدولية. أشار سعادة السيدة رويدة الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن المبادرة تعتبر مبادرة مهمة وتحقق لمملكة البحرين الكثير من الأمور التي تؤسس لحقوق الإنسان. كما استعرض سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحا بأن احترام حقوق الإنسان وحرياته وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي الرشيد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدا بأن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني 2001 بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي تبادر بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان. من جانبها أعربت السيدة مارغريت ناردير القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين عن بالغ شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذه الورشة البناءة، مبدية إعجابها الشديد بالعملية التشاورية والتي أطلقتها حكومة مملكة البحرين مع كافة الشركاء وأصحاب ذات الصحة المصلحة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وصفة إياها بالعملية الاستثنائية في المنطقة، مثمنة في هذا الصدد جهود مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان
وخلال الجلسة الأولى تحدث سعادة السيد يوسف البن خليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني عن أهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، ومبينا بأن هناك علاقة استراتيجية بين الإعلام وحقوق الإنسان. ورشة عمل دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الخارجية جاءت ضمن سلسلة ورش العمل التي تنوي الوزارة تنظيمها بشكل متتالي حتى نوفمبر القادم، من أجل أن يصار إلى إعداد شمولي لخطة وطنية مثلى تؤطر مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتأخذ به نحو المقدمة أكثر، خصوصا وأن أرض الخلود تحتل مكانة كبيرة عربيا ودوليا في هذا الحقل الواسع الذي لطالما سعت بحنكة قيادتها وبنهج عمل مؤسساتها الرسمية المعنية إلى احتوائه ودعمه لتنال العلامة الكاملة فيه. إن حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين مصونة بموجب دستورها الذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، كما كفل الدستور البحريني حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما نظمها قانون الصحافة والطباعة والنشر البحريني الذي أكد على ضرورة عدم المساس بها. ولقد أسهمت الصحافة ووسائل الإعلام في مملكة البحرين بدور مميز في المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وقامت بمسؤوليات عظيمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وترسيخ وعي المجتمع بحقوق الإنسان. ونحن في هذه الورشة نهدف إلى التعرف على هذا الدور الأساسي للإعلام في مجال حقوق الإنسان وكيفية النهوض به وتعزيزه، لأننا نؤمن أن الإعلام الموضوعي المسؤول هو أمانة عظمى ترسخها الثوابت الوطنية والمصالح العليا للوطن والمواطنين. ورشة عمل عبر الاتصال الإلكتروني المرئي اكتملت بتواجد الخائضين في ربوع السلطة الرابعة المختصين في أدواتها بهدف التشاور وتبادل الأفكار معهم والاطلاع على أهم التجارب والخبرات في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة. الإعلام قطاع يستند على مبادئ أخلاقية وقيم مهنية إن وظفت بالشكل الصحيح ستسهم في تدعيم بناء المجتمع وتقدمه، وللإعلام ذلك التأثير الإيجابي إن نادى بفحوى رسالته المعتدلة في أن يكون كمنارة للفكر والإبداع والمعرفة في دولة المؤسسات والقانون، وكحصن منيع ضد تيارات التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، وله الشأن المباشر في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي فيه. حكومة صاحب الجلالة الملك المفدى اعتبرت موضوع حقوق الإنسان مشروع وطني حقيقي يشارك فيه كل مكونات الدولة والمجتمع كافة. بداية يجب أن نؤكد أن للبحرين تجربة خاصة في جميع المجالات، وهذه التجربة هي القاعدة الصلبة اللي إحنا نتحدث فيها للإعلام الخارجي. فالبحرين ما استنسخت أي تجربة، تاريخنا السياسي الاقتصادي ليس بحاجة لاستنساخ تجارب. وقبل الحديث عن موضوع حقوق الإنسان وواقعنا اليوم ودور الإعلام، خلنا نأخذ على سبيل المثال موضوع حق الإنسان في العيش بأمان. أنا أعتقد أن
الإعلام مقل في موضوع عمل مقارنات في هذا المجال. يعني على سبيل المثال ربط سبب رغبة الأجنبي للعيش في البحرين ومقارنته بأكبر دول العالم تقدماً، واللي على سبيل المثال في إحدى الدول تقع فيه جريمة قتل كل 20 دقيقة وجريمة سرقة كل 6 ثواني. فهذا البلد توفر كثير من الحقوق، فإذا أخذنا فقط حق الأمان، العيش بأمان، هذه يعني يجب أن نفخر فيها. إذا تحدثنا اليوم على سبيل المثال على أساس الصورة تكون أوضح، موضوع حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، البحرين نموذج يحتذى به في تعاملها مع المواطن والمقيم على بالتساوي دون تمييز. وعلى سبيل المثال توفير، إذا أخذنا حق الإنسان في الصحة، توفير الفحص، العلاج المجاني، ضمان دعم الرواتب، وقف القروض، دفع فواتير الكهرباء، طبعا إضافة إلى حق التعليم من خلال توفير بنية تحتية، وهذه اللي احنا ننتظر إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، ونتمنى التوفيق لكل طلباتنا وطالباتنا والمدرسين والمدرسات بالتوفيق في ظل هذه الأزمة اللي يعيشها العالم كله. مرحلة التطوير والصياغة اللي هي بتكون استخلاص التوصيات والاقتراحات والأفكار الواردة إلينا وحطها في قالب مؤسسي كمشروع أولي لعملية المراجعة والاعتماد والتنفيذ، وأيضا طرحها للمشاورات أخرى للاعتماد، وبالتالي يتم اعتماد الخطة الوطنية بعد رفعها لمجلس الوزراء واعتمادها بقرار وزاري وتصبح ملزمة، وهناك سوف يتم تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ لتنفيذ هذه الخطة والرقابة على تنفيذها بإشراك مؤسسات المجتمع المدني. نقاط عدة تم تسليط الضوء عليها عبر نافذة هذه الورشة، والتي ركزت على دور الإعلام والصحافة في مجال حقوق الإنسان ومدى أهمية مجال الإعلام في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان والدبلوماسية الحقوقية ودور البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافة وبرامج التواصل الاجتماعي في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان ودور الصحافة المحلية والدولية في متابعة المسائل المتعلقة بالحقوق الإنسانية. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.